معنا على التليفون الدكتور أشرف عقبة، الرئيس السابق لأقسام البطنة والمناعة، طب عين شمس. دكتور أشرف صباح الخير، أهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذة فاطمة، صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على المصريين جميعا. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وحضراتكم طيبين. دكتور، كنا بنتحدث في الخبر عن دكتور شريف وجيه الطبي بشركة استرازينيكا، بيقول إن الجرعة الثالثة معززة أو المعززة من لقاح أو بتعزز يعني لفيروس كورونا، أثبتت نجاحها بزيادة إنتاج الأجسام المناعية المضادة 6 أضعاف. رأي حضرتك إيه في الكلام ده يا فندم؟ ده صحيح. الحقيقة إنه عن طريق اللقاحات إحنا بنقدر إن إحنا نمنع الإصابة، وكل ما بناخد جرعات معززة ده بيزود الأجسام المناعية اللي بتمنع فعلا الإصابة. واحنا لازم نكون عارفين انه الوقايه من فيروس كورونا من خلال اساليب الوقايه اللي احنا اتبعناها في الفتره الاخيره واللي لازم ان احنا نلتزم بيها كمان في الفتره الحاليه، استطعنا ان احنا نمنع الى حد ما الاصابات. لكن مع وجود اللقاحات، اللقاحات بتستطيع كمان انها تنتج اجسام مضاده، وبالتالي عند التعرض للفيروس دي بتقلل من فرص الإصابة، وكمان بتقلل من فرص الإصابات الشديدة ودخول المستشفيات. صحيح. دكتور أشرف، بالنسبة للناس اللي تلقوا لقاح آخر غير الأسترازينيكا، يقدروا ياخدوا الجرعة الثانية والثالثة من أسترازينيكا والعكس؟ يعني أي حد خد لقاح ممكن يغير في الجرعة الثانية أو الثالثة بلقاح آخر؟ فعلا أثبتت الدراسات العلمية أنه لو حصل خلط بين اللقاحات ده بيزود من الأجسام المناعية وبيخليها كمان تبقى مستقرة ومستمرة لفترات أطول، وإن إنتاج الجسم للأجسام المناعية بيزيد مع عملية الخلط بين اللقاحات. وعلشان كده يعني أصبح في توصيات كمان بأنه يبقى الجرعة الثالثة المعززة تكون من نوع آخر غير اللي أخذه الشخص في الجرعات الأولى. يعني ممكن دكتور أشرف في تنوع في ال3 جرعات ما فيهاش مشكلة يا دكتور؟ أيوة بالضبط، لأنه زي ما بنقول إنه كل لقاح بينشط الجهاز المناعي بطريقة معينة، وبالتالي لما احنا بناخد لقاح ونخلط بينه وبين لقاح آخر في الجرعة التالية، ده بيخلي الأجسام المضادة تبقى أكثر استقرارا وتستمر لمدد أطول، وكمان بيدي مناعه اكبر بحيث ان هو يقدر ان هو يمنع الاصابه ويمنع كمان الاصابات الشديده بالذات اللي احنا بنبقى قلقانين منها، وخاصه في كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. صحيح. اوميكرون يا دكتور، المتحور الجديد من فيروس كورونا، يعني حسب المعلومات المتوفره عنه الى الان انه هو سريع الانتشار، ولكن يعني اعراضه اقل وطأة من الفيروس الاصلي. ايه المعلومات اللي ممكن نعرفها اكتر عن المتحور الجديد؟ سلالة كورونا بدأت الحقيقة في جنوب افريقيا يمكن من شهر نوفمبر الماضي، وجنوب افريقيا هي اصبحت مصدر للسلالات الجديدة. فاحنا عندنا مثلا سلالة بيتا ظهرت برضو في جنوب افريقيا، وده نتيجة وجود مرضى من مرضى نقص المناعة في منطقة جنوب افريقيا يمكن بالذات، وده بيدي فرصة مرض الإيدز يعني يا دكتور؟ بالظبط، وده بيدي فرصة لأنه يحصل يعني اختلافات في انقسامات الفيروس تؤدي إلى ظهور السلالات الجديدة. وعلشان كده بقى في توصيات من منظمة الصحة العالمية بالإسراع في وتيرة اللقاحات علشان يقلل فعلا من فرص التحورات وظهور سلالات جديدة. طيب سؤال الأخير يا فندم، يعني في الفترة الأخيرة بدأ الكلام أو التوجيه من بعض الدول وخصوصا في أوروبا بتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، أو تقريبا الموضوع ده بدأ من أول ما ظهر أوميكرون، وحتى بعض الدول إدت أعمار للأطفال. في خوف على الأطفال يا فندم من فيروس كورونا المتحور الجديد أوميكرون؟
بصراحة هو دلوقتي يعني احنا بندعي الدراسات العلمية اللي بتتم فعلا ويتم يعني اعلان نتائجها، واظهرت النتائج الاخيرة انه تطعيم الاطفال من الفترة العمرية حتى اكبر من 5 سنوات بيكون ليه فايدة في منع إصابة الأطفال وبالتالي منع انتشار الفيروس، لأنه الإصابات الأطفال عادة بتكون بسيطة ما بتكونش شديدة، لكن بيكونوا حاملين للفيروس وممكن أنهم يكونوا مصدر عدوى للكبار. التجمعات المدرسية، النوادي، الكلام ده يا دكتور مش كده؟ بالضبط. وبالتالي بقى في توصيات لاستخدام اللقاحات وخاصة من أنواع خاصة بعد ظهور النتائج اللي بتؤكد أنه فعلا هذه اللقاحات بيستفيد منها الأطفال وبتمنع الإصابة فيهم، تمنع طبعا الإصابات الشديدة، إلى جانب كمان إنها تمنع الانتشار وده هو المهم. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور أشرف عقبة الرئيس السابق لأقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، كنت معنا هاتفيا.